مجزرة كبيرة تنتشر في حي الراشدين بريف حلب الغربي. قتلى بالمئات لا نعلم مصدر المجزرة. تفجير ولكن تفجير لا نعلمه. خيره احكي لنا شوي. تقريبا الساعة 3:30 كان كل موجودين هون. هون كان في عسكر هنن اللي حايمين اهالي كفرية والفوعة ومع العساكر تبعهم. فجأة في نص العسكر صار في انفجار كثير كبير وكثير في شهداء كثير. في كثير شهداء, في كثير في كثير في كثير عالم توفوا, في كثير في كثير اطفال ونساء, في كثير شباب بالجيش الحر, في كثير من كل الفصائل هون استشهدوا, في كثير عالم من اهالي كفرية والفوعة. حسبي الله ونعم الوكيل, حسبي الله ونعم الوكيل. الانفجار كان كثير ضخم ومثل ما كنتم شايفين هون الباصات, مثل ما كنتم شايفين الباصات كلها متضررة. المنظر كان كثير, المنظر كان كثير ضخم. الانفجار صار في نص بين العسكر وبين العالم. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا انفجار كبير يؤدي الى مقتل المئات من اهالي الفوعة واطفال الفوعة ونساء الفوعة وجنود الجيش الحر والفصائل أحرار الشام وجبهة فتح الشام. جميع الفصائل كانت متواجدة هنا على التبديل في نقطة حي الراشدين بريف حلب الغربي. كنا ننتظر إخلاء الجرحى الواصلين من مطايا والزبداني. لا أستطيع أن أعبر عن لا أستطيع أن أتكلم. القتلى في كل مكان. عشرات السيارات المحترقة, الجثث تملأ المكان, منظومات الإسعاف وفصائل المعارضة تقوم بإجلاء الجرحى والشهداء.